أحد مبادئ العمل على جهاز الاسبكترون هو الفحوصات الكوليمتركية، الفحوصات اللونية، وهذا هو أكبر دليل أنه هذا لونه فاتح، وهذا يعطيكم معنى أنه هذه العينة نورمال اللي هي رقم 2، أما هنا هذه العينة تركيزها كلش عالي. الفقرة أو الفقرة المهمة اللي أريد أوضح لكم إياها بالفيديو، هذه العينة ممكن الجهاز يقرأها أوكي، وهي تكون من ضمن النورمال، ليش نقدر نحكم على اللون؟ طبعا بالخبرة، لكن هذه بالجهاز تركيز اليوريا هنا كلش عالي، طبعا هنا يتجاوز ال 250 تركيز اليوريا، وهي المعدل الطبيعي مالتها ما يتجاوز ال 45، هذا الجهاز ما راح يقرأ. بهالحالة شو نسوي؟ نسوي تخفيف. قاعدة التخفيف انت بكيفك، تريد تاخذ حجم بحجم ام تريد تاخذ حجمين بحجم؟ شلون راح نسويها؟ راح ناخذ 1 مول مين من هذا اليوريا، هذا 1 مول، وهذه فقرة كلش مهمة تطلع لكم تراكيز عالية، جهاز الاسبكترو ما يقدر يقراها، لابد ما ترجع الى تخفيف العينة. هسه راح نذبها، هسه انا اخذت 1 مول من عندها، هسه بعد وفات هسه ضفنا، يعني هسه صار عندي حجمين، حجم واحد من اليوريا اللي هي تركيزها كان عالي، وحجم 1 مول من الدستر ووتر. حاليا راح ادخلها للجهاز وشوف الجهاز شلون راح يقدر يقراها، لان اول وحده الجهاز ما قدر يقراها. هسه تقول شلون ما قدر يقراها؟ يطلع لكم 1.999، هذا بمعناها انه تركيز الماده جدا عالي. هسه راح ندخلها وشوفوا القراءه بالجهاز 140.2. زين، النتيجه شلون تنحسب؟ هنا نطبق القانون التخفيف اللي هي راح ينضرب في 2. تريد النتيجة النهائية 140.8 بعد التقسيم وتضربها في 2، تريد هي 140.8 تضربها في 2 وتقسم حتى تحصل النتيجة النهائية. فهو هذا قانون التخفيف بالكيمياء، تلجأ إلى بالفحوصات المانيوال من يكون عندك هكذا تراكيز كلش عالية وجهاز الاسبكترم ما يقدر يقراها، تلجأ إلى التخفيف. ملاحظة جدا مهمة، هذا التركيز كلش عالي وهذا يفيدك بالتشخيص، راح تعرف اوتوماتيكيا انه هذا تركيز كلش عالي. اذا الجهاز اعطاك رقم قليل، يعني اذا اعطاك هاي اليوريا 50، تعرف هذا شنو؟ انه الجهاز مدى يشتغل بالشكل المطلوب. اذا انت متأكد من شغلك والتركيز كلش عالي، ليش؟ لان راح تحكم على اللون، وبالتالي تيجي تقرا على الجهاز ما راح يطلع واضح، ما تطلع القراءة صحيحة، وبالتالي هنا لازم تتأكد من الجهاز. دمتم بصحة وعافية.